طيب الناحية التانية بمناسبة العرضيات اللي قالها عن أيمن أشرف عمل عرضية واحدة. الشوط الثاني الأهلي عمل عرضيات كتير. مظبوط. الشوط الثاني الأهلي بيعمل عرضيات كتير في وجود محمد شريف، في وجود حسين الشحات، في وجود محمد مجدي قفشة. احنا بنتكلم في لاعبين ضربات الرأس عندهم مش حاجة أولوية. ليه الأهلي بيعمل عرضيات كتير؟ عشان علي معلول في الملعب. علي معلول وجوده في الملعب. محمد هاني كان بيعمل عرضيات كويسة. طبعا. الشوط الأول رفع أكتر من كورة لكن صحيح. هاني بيتردد شوية. صحيح. أنا برضو لو قدرنا نعرض حالات هوريك مشاكل الأهلي في الشوط الأول. الحالات لسه ما جزيتش عندهم. خلينا ندردش مع بعض. مشاكل الأهلي الشوط الأول في أجنحة الأهلي كالعادة. أجنحة الأهلي دايما بتضم لجوه. أرقام حسين الشحات، أرقام طاهر على طول ضمين لجوه القلب الملعب، فبالتالي محمد هاني بياخد الكرة مش لاقي جناح يسند عليه، مش لاقي جناح يعمل عليه مثلا أوفر لاب يطلع عليه، فمحمد هاني بيتظلم فبيفكر أرفع بدري. فالرفعه البدري دي عاده الديفنس بيشيلها على طول الكره على اول ال 18، غير ان شريف مش مميز. الجزء اللي انت بتتكلم فيه ان علي معلول، وجود علي معلول يقدر يشيل لك جبهه، لما بالك علي معلول لسه طبعا قدام لما يرجع لمستواه. كان دايما تلاقي طاهر، محمد طاهر بيخش لجوه وعلى طول علي معلول على طول علي معلول طالع وفاتح الملعب ما عندوش مشكله. ولما نزل صلاح محسن بقى فيه لود كبير جدا على الجبهه الشمال اللي احنا بنتكلم فيها. دي الحالات اللي احنا كنا بنتكلم فيها عن الضغط العالي بتاعه لعيبه نهضه بركان على الاهلي. لما نمشي الحالات دي هوريك حالات محمد هاني بالذات في الشوط الاول، وان هو ما عندوش يعني ما عندوش حد بيسنده تماما. الاهلي محتاج يغير استراتيجيته في حاله رجوع علي معلول خلاص بالكامل. علي معلول بيشيل لك طرف كامل، ضغط مباشر. الكره دي فضلوا يجيبوها من اليمين للشمال، لعيبه الاهلي بتحاول تطلع بيها لكن هم ضاغطين على طول. بص واحد على واحد، مان تو مان، خمسه على خمسه. ما فيهاش اي مشاكل. لكن في الاخر الشوط الثاني بقى لما معدلات اللياقه بتاعتهم قلت، بدات تبان مساحات كبيره جدا بين الخطوط. بدات لعيبه الاهلي تنزل تحت، بدا الاهلي يحضر كمان باثنين سيرت باكات وبالسوليه وديانج ينزلوا يستلموا الكوره. فتلاقي قفشة بيتحرك، طاهر، محمد طاهر بيتحرك يستلم الكرة بين الخطوط بتاعت لعيبة نهضة بركان. الأهلي الفترة دي من غير أظهرة هجومية بقوة، من غير جناحات بتلعب على طرف الملعب، ما كانش عنده مشكلة. كان بيعتمد على الكور الطويلة أو الكور البينية اللي بتتلعب لمحمد شريف وقفشة جاي من تحت. مع عودة علي معلول اعتقد ان الاهلي محتاج يفكر ان انا هلاقي عندي سيل من العرضيات من الناحيه الشمال. صحيح. هل محمد شريف هيبقى كواليفايد وهو وقفشة وحسين الشحات ان هم ياخدوا كل الكوره العرضيه دي، ولا وجود صلاح محسن امبارح اخد كوره بدماغه جت في القايم في اخر الماتش. صحيح. ولا وجود صلاح محسن كبدايه وان هو ما ينحصرش دوره في ان هو اللعيب اللي بينزل يلعب الشوط الثاني لما الملعب يتفتح. مميز. صحيح. جدا كل مره ينزل. بص ده الشوط الثاني، بص المساحات الفاضيه، لعيبه الاهلي بدات تخش في قلب الملعب ما عندهاش مشاكل خلاص. خطوط نهضه بركان بعدت عن بعض، لعيبة الأهلي بتستلم في العمق. بص يعني الفريق ما عندوش أي مشاكل إن هو يطلع بالكورة. بقى في زوايا تمرير كتيرة جدا قدر يستغلها الأهلي زي ما هو عايز ويتحول بيها. بص كل لعيب يقدر يعمل اللي هو عايزه بالكورة، يحركها يمين يحركها شمال. ده ودي كور الضمة العمق دي والتحرك اللي من غير كورة المميز جدا من محمد شريف في كورة الجون، إن هو قدر يتحرك من غير كورة وراح استلم وون تاتش لف، يعني فينش عالمي من محمد شريف. صحيح.